لا ماتش الجزائر اللي احنا لعبناه في البلاي ده، حتى بدايه المشاحنات كانت من فندق الاقامه، يعني احنا كان فندق الاقامه وحصل حالات تسمم كتيره، كان الكابتن حماده الصدقي وقتها واحمد عيد ومحمدي تقريبا. بدايه المشاحنات اصلا بدات من فندق الاقامه لحد ما نزلنا الملعب، وحاله الارهاب اللي شفناها في الملعب هناك جوه الاستاد ده كان، لا كان جو صعب، حتى وقتها خسرنا 3-1. اللي يقول لك من اكل معين بيبقى لا كذاب، احنا كان اكل كتير وكله كل من في ناس اكلت هنا، فانت مش هتبص لكل لعيب كل من انهي نوع، لا فمحدش يقدر يحدد. هم قعدوا وقتها يقولوا كسكسي، لا ما الموضوع كان فيه اكل كتير يعني، لا الموضوع اتلم يعني موضوع التسمم وقتها، فانت مش عارف تدين حد بموقف معين، اكل حصل حاجه يمكن انت واخد يعني انت مش لاقي سبب مقنع او سبب معين اللي انت تقدر تاخد فيه موقف، فكان الامور امور طبيعيه. بعد كل مكسب في امم افريقيا 2010 كنا بنتجمع كلنا على حمام السباحه بكل البعثه بالشيف اللي كان معانا، يعني كان من ضمن المواقف بعد ماتش الجزائر في الشيف احمد ده، هو طالع بعد ما تعشينا وكده، هو طالع من المطبخ بتاعه زقناه في المايه ونزل بلبسه في المايه، كان من ضمن المواقف ده. اي حد اللي لعب في وشنا بيترمي في حمام السباحه. بص كاس العالم القارات دي كانت بطوله يعني زي ما بتقول يعني بطوله فوق الخيال كاداء، يعني احنا ماتش البرازيل مغلوبين 2-0، نتعادل 3-2، 3-3، نخسر بضربه جزاء في الاخر من، لا كنا قاعدين بره حتى احنا كنا قاعدين مستمتعين. جه بعدها ماتش ايطاليا جون حمص في ماتش ايطاليا نكسب 1-0، يعني خلاص يعني حسينا ان احنا لا فرقه مصنفه يعني فرقه كبيره، يعني انت بتخسر من البرازيل 4-3 تكسب ايطاليا لا. جينا بعدها ماتش امريكا حصل عندنا اصابات وايقافات، وكان ماتش غريب احداثه غريبه اصلا، يعني احنا كنا خسرنا تقريبا ماتش امريكا فرق 2 كنا صعدنا، خسرنا 3-0 وقتها في ضربه الجزاء اللي هي في الجون الرابع اللي جون كوكا اللي احنا خسرنا بيه، لا باين اللي هي جت في ايد المحمدي يعني، فكان الامور واضحه، سواء المحمدي حب يعملها بشكل يعني شو شويه، بس كانت هي باين اللي هي ضربه جزاء. يمكن سبب خساره ماتش امريكا بالنتيجه دي كان في غيابات كتير عن الماتش، احنا يعني في بعض قال لك لا اسهل فرقه في المجموعه امريكا، برده كان اسباب كتير، ايقافات اللي احنا رقم 1 رقم 2، ان في بعض اللعيبه استسهلت الماتش بس، واتفاجئنا بقى جون في التاني، كان حاله غريبه بصراحه. كان في لعيبه زي ما انت بتقول مثلا زي اسامه محمد كان باك ليفت كبير في بتروجيت، وليد سليماني ما كان بيلعب في بتروجيت كان من احسن لعيبه، بس يمكن وقتها في المركز الباك ليفت كان في سيد معوض وعبد الشافي، وكان في عناصر كتيره، حته مثلا اللي تحت الفيرود كان وقتها الكابتن حسن شحاته بيلعب 5-3-2، فكان في زيدان وفي تريكا، وكان في حسام غالي كان وقتها ساعات بيلعب مثلا فوق شوقي مثلا، حسني عبد ربه، كان في عناصر كتيره كان كابتن حسن بيعتمد عليها، لكن لو متواجدين في الوقت الحالي كان هيبقى من اهم العناصر.